بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الثانوية العامة، الامتحان التجريبي موجود في كتاب مراجعة المعاصر بيج 460 صفحة 460، وموجود برضو في بوكلت امتحانات كتاب جيم بيج 74 صفحة 74. نمبر 1، هارم أور إنجري. هارم يعني الضرر أو إنجري، الإصابة. ذات ريزلتس أور مي ريزلت فروم أو ربما تنتج فروم من some action or judgment، يعني حكم is called some. ايه ديت بقى؟ بريجي دس اللي رقم دي يعني الانحياز. نمبر 2، the teacher used to يعني اعتاد ان scold يعني يهين او يشتم his students severely بقسوه due to their behavior بسبب سلوكهم. the underlined word scold، كلمه scold بمعنى يهين ده هي can be replaced by، يعني ممكن نحل محلها كلمة blame اللي رقم A اللي يلوم. Number 3، he was so fortunate. fortunate يعني محظوظ. to have such wonderful teachers. the antonym of the underlined word fortunate is، يعني الكلمة عكس كلمة fortunate طبعا رقم B unlucky يعني غير محظوظ. Number 4، Rana started writing her diary. كلمة diary آخر كلمة يعني مفكرة، يعني بدأت المفكرة بتاعتها. since she was young يعني منذ أن كانت صغيرة. she recorded يعني سجلت all her daily activities يعني الأنشطة اليومية and feelings والمشاعر. number 5، she wasn't chosen for the vacant position، يعني لم يتم اختيارها في الوظيفة الخالية. in the company في الشركة. as he wasn't لأنه لم يكن طبعا رقم C qualified يعني مؤهل enough يعني بما فيه الكفاية. number 6، the series is very interesting يعني سلسلة شيقة. so the viewers المشاهدون are waiting with bated breath يعني بمنتهى فرغ الصبر. so to its end يعني الايه؟ وضعيتها كان بلا صبر حتى نهايتها. number 7، we need to make some modification يعني نحتاج أن نقوم ببعض التعديلات for some pieces of furniture يعني الأساس. number 8، by this time next week. خلي بالك كلمة by زائد مدة في المستقبل دي بتبقى دالة على المستقبل التام، والمستقبل التام يعني will have والتصريف الثالث للفعل، فالإجابة هتبقى رقم A we have got، we will have got our house painted. وخلي بالك برضو هنا في قاعدة كمان اللي هي كلمة get بكل أشكالها get getting got أو have أو has أو هذه يجي بعدها غير عاقل وبعد تصرف الثلاث الفعل وكصيغة مجهول، يبقى هنعلم على رقم A. number 9، the match was cancelled. ليه؟ ما السبب؟ المباراة ألغيت. ها heavy rain. heavy rain يعني ايه؟ المطر الغزير. يبقى المطر الغزير ده اسم يعني ما فيش جملة صح؟ يبقى ناخد O wing 2 اللي رقم B يعني بسبب. 10، which of the following is structurally correct. أي من هؤلاء قواعديا سليم؟ طبعا اللي قواعديا سليم يا جماعة رقم B. had they played well they would have won the match. ليه؟ لان احنا هنا حذفنا اف في الحاله الثالثه، فلما بنحذف اف في الحاله الثالثه بنجيب had الفاعل بلس بي بي وجواب الشرط بيبقى would have والتصريف الثالث للفعل. number 11، he was proud get the first prize. خلي بالك هنا get يعني فعل في المصدر، يبقى نقول proud to لان يجي بعدها فعل فين؟ في المصدر. 12، my parents never allow. والدي لا يسمحوا. allow ما بعدهاش حاجة صح؟ يبقى يجي بعدها الفعل في ING، لأن allow لو جه بعدها ضمير مفعول كنا هناخده إيه؟ تو زائد المصدر. طب ناشفة ما وراهاش حاجة يبقى ناخد بعدها الفعل في ING وبالتالي ناخد رقم دي going to the cinema during exams. 13، having the criminal was sent to prison. يا ريت تحطوا لي خط تحت was sent to prison يعني أرسل إلى السجن. يعني معنى الجملة بعدما تم القبض عليه المجرم أرسل إلى السجن، يبقى الإجابة هتبقى رقم C اللي هي being arrested، لأن having في المجهول بيجي بعدها been وتصرف الثالث للفعل. 14، she is the woman about whom we have heard so much. لأن كلمة hear بتاخد حرف الجر hear about يعني اسمع عن. طيب يبقى هنا هناخده إيه؟ يبقى about whom لأن إحنا حرف الجر بيسبق ثلاثة بس whom مع العاقل which مع الغير العاقل وهوز مع الملكية. 15، which of one of the following sentences must end with an exclamation mark. يعني أي من هؤلاء ينبغي أن ينتهي بعلامة تعجب.
اللي هي بتنتهي، المفروض تنتهي بعلامة تعجب في دول، نقول what a lovely view، يا له من مشهد جميل you have here الذي تمتلكه هنا لرقم B. Number 16 supporting sentences اللي الجمل الداعمة are included، بتلاقيها فين؟ in the body طبعا، واخد بالك body of the paragraph يعني في الجسم بتاع الباراجراف، to reinforce يعزز the topic sentence اللي الجملة الأساسية of the essay. 17 all of the following can be used to write an online profile except، كل من دول يمكن ان نعمل منهم ملف ما عدا طبعا رقم دي، ماشوال فريندس اند ريلاتيفز، ماشوال فريندس يعني صديق ايه حميم، وريلاتيفز والاقارب. القطعه دي بتتكلم عن جينيفر، جينيفر دي كانت طالبه بتدرس في اكاديميه، وواضح ان هي كانت يعني متفوقه بناء على ان هي بتبذل مجهودا كبيرا، لكن واضح ان في ناس كانوا بيشككوا في القدرات بتاعتها، وكانوا بيشتكوا ان هي ربما تكون بتغش. تعالوا نشوف القصه بتاعتها كده. بيقول لي يا جماعه، جينيفير was thinking in her room، في حجرتها، she wanted a shelter، مأوى، there since false gossip اللي هي الايه الاشاعات المزيفه او النميمه، about her began يعني بدأت circulating يعني تحيط ب the at the academy last week، الأكاديمية اللي هي شغالة فيها وبتدرس فيها الأسبوع الماضي. Not that Jennifer had ever been considered social butterfly، she preferred to live indirectly through the stories of her more and ashamed friends and أصدقائها. Late night celebrating associating with girls childish tricks، خدعة صبيانية. But still she had taken to be more by herself than usual since the accusations surfaced and that thing made her on thin ice. يعني لما بدأ يبقى فيه الاتهامات والكلام ده، بدأت إن هي بتنعزل عن الآخرين وبتشعر بالموقف في شيء الحرج. She was up for consideration for the highly popular يعني شائع بلافيت أورد scholarship recognizing academic integrity and promise. هي أصلا كانت موجودة في الأكاديمية ديت كنوع من المنحة الدراسية. A student had given his master Jack an anonymous tip that Jamfir had cheated. يعني إن في طالب قال للناظر إن جنفير ده هي تغشت. On several tests يعني في اختبارات عديدة. The accusations were laughable. الاتهامات كانت مثيرة للضحك. جنفير had long been clever student. يعني هي أصلا كانت طالبة ممتازة بقالها فترة طويلة at the academy. She lacked natural intelligence. هي ينقصها شيء من الذكاء الطبيعي. This was true. صحيح. However she compensated for this. يعني عوضت هذا shortage النقص through carefulness اللي هو الحرص and insistence يعني المصابرة. يبقى عوضت نقصها في الذكاء العالي بالحرص والمصابرة. She was very thorough يعني كامل in her studies and exhibited an almost relentless determination. يعني كان عندها تصميم لا هوادة فيه. تمام، يعني كانت بتظهر يعني تصميم لا هوادة في ذلك. Still the accusations had given the recommendation committee pause. يعني في لجنة، اللجنة ده هي الاتهامات خلاها تتوقف. On Friday Jennifer had been called to Mr. Jack Grand Office. يعني تم استدعائها في مكتب مستر جاك. Where she was asked copious questions يعني أسئلة غريبة كثيرة about her recent exams امتحاناتها. The experience was quite shocking. الموقف كان مصدما. It was an elite school. مدرسة يعني للصفوة. Most of its students came from honored backgrounds. كل معظم الطلاب الموجودين فيهم ذو خلفية عالية بارزة. This was not the case of Jamfir. لكن جنفير ما كانش بينطبق عليها هذا الكلام. Her family had a little money. يعني أسرتها كانت أسرة تمتلك مالا قليلا. She attended the school on full scholarship. وهي كانت موجودة في المدرسة ديت كمنحة دراسية. The award would help her family pay for the college. والمنحة هتساعد الأسرة أن تدفع الفلوس للكلية.
So it was with the same, يعني نفس diligence, اجتهاد, which she applied to her studies, that Jennifer planned to reveal her accuser, يعني هي خططت انها تكشف عن مين هو المتهم لها, مين اللي بيتهمها بالكلام ده. طيب, it is a suitable title for the passage is, العنوان المناسب لهذا الفقرة هي, طبعا يا جماعة, struggling in life to reach your goals, يعني اكتفاح في الحياة حتى الوصول إلى الأهداف. 19, the academy was school, طبعا يا جماعة رقم C, with many wealth students, يعني بقى العديد من الطلاب الأثرياء. 20, the best sentence that summarize, يعني تلخص the second paragraph is that, طبعا رقم B, strong determination can compensate, يعني يعوض many things, أشياء كثيرة. 21, the award is important in Jamfir because it will, طبعا رقم B, يعني المنحة هتكون جيدة بالنسبة لأسر جامفير لأنها it help her family pay for the college, يعني تدفع للأسرة. 22, being a student at the academy, Jamfir needs, طبعا رقم C, be persistent, يعني مثابرة, and has a strong will, وإرادة قوية. 23, if the students continue on accusing Jamfir for of cheating, she will, طبعا رقم A, insist on, يعني تصر على knowing the accuser, يعني المتهم, هتصر على معرفة مين اللي بيتهمها. 24, Jamfir was different than many of her fellows as she, طبعا رقم D, not wealthy, يعني لم تكن ثرية. 25, the underlying phrase, شبه الجملة, on thin ice implies, يوضح, that Jamfir was, طبعا رقم D, in a critical situation, يعني في موقفا محرجا. تعالى يا جماعة النص الثاني أو القطعة الثانية, اللي القطعة دي تقترح حلول لمشكلة نقص الطعام, تمام, وأي محصول لابد أن يتقبله الناس, وإيه البديل الناجح للطعام. تعالوا كده مع بعضين, بقول إيه يا جماعة, about 349 million people across 79 countries are facing acute food insecurity, يعني عدم الأمان أو نقص حاد في الطعام, up from 287 million in 2021, يعني في سنة 2021. The global community must not fail, يعني يفشل, in its promise, الوعد, to end hunger, يعني ينهي الجوع, and malnutrition, malnutrition يعني سوء التغذية, malnutrition يعني سوء التغذية, by 2030. Many innovations that were once heavily supported and publicized, publicized يعني معلن عنها, publicized يعني معلن عنها, such as a fish protein concentrate and protein from algae, يعني البروتين اللي هيحصل عليه من السمك والبروتين اللي هيحصل عليه من الطحالب, grown on petroleum substrates, يعني ركائز, have fallen by the wayside, يعني على جانب الطريق. The proposals, الاقتراحات, themselves were technically visible, يعني ممكن تقنيا, but they proved to be economically, يعني اقتصاديا, unviable, غير قابل للحياة, to yield للإنتاج, food products culturally unacceptable to their consumers, المستهلكين. Recent innovations such as OPEC to me seems promising, يعني واعد, but it is too early, يعني مبكر جدا, to predict its ultimate fate, يعني مصيره النهائي. Despite having extensive governmental support, these unsuccessful innovations often have not been technologically adapted or culturally acceptable, يعني مقبول, to the people for whom they had been developed. يطور, a successful new technology therefore must fit the entire socio-cultural, يعني المجتمع الثقافي والاجتماعي كاملا, system in which it is to find a place, security of crop, يعني الأمن للمحاصيل أو إنتاجية المحاصيل, yield, practically of storage, اللي هو التخزين, taste, المذاق, and costs, التكلفة, should be put into consideration, يعني يجب أن توضع في الاعتبار. For example, the better protein quality
bread made from obic to maize will be of only limited يعني محدود benefit to a family للأسرة on the margin يعني على هامش of subsistence if the new maize is not culturally ثقافيا acceptable يعني مقبول or is more likely to be attacked يعني يهاجم by insects عن طريق الحشرات. The adoption of the new food technologies depends on more than these technical and cultural considerations اعتبارات. Economic factors and governmental policies يعني سياسات also strongly influence يؤثر على the ultimate success of any innovation. Some economists exaggerate يعني يبالغ in claiming that profitability للربح is the key factor guiding technical change التغيير and disregard وبغض النظر the substantial effects للمؤثرات البديلة للثقافة of culture. Most technological innovations in agriculture can be fully used يعني تستخدم تماما and adopted only by large land owners in case they believe that the innovations will increase their incomes الدخل even if they harm sectors قطاعات of the population السكان and reduce the availability اللي هي إتاحة of food طعام in a country يعني في بلد ما. 26 this passage deals with يعني هذه الفقرة تتعامل مع طبعا رقم C some solutions يعني بعض الحلول to food shortage لنقص الطعام problem مشكلة. 27 any new crop needs mainly to be يعني أي محصول جديد يحتاج بشكل أساس أن طبعا رقم B accepted by people يعني يقبله الناس to be successful for food alternative يبقى نعلم على رقم A. 28 the best sentence يعني أفضل جملة that can summarize التي يمكن أن تلخص the last paragraph is طبعا رقم D the adoption of the new solutions يعني تطبيق الحلول الجديدة depends mainly يعني يعتمد بشكل أساسي on financial profit يعني الربح المالي. 29 to ensure لكي يضمن the success of the new innovation in the developing countries يعني في الدول النامية طبعا رقم C the governmental support اللي هو التدعيم الحكومي is necessary ضروري. 30 after reading the passage we can say that يعني بعد قراءة هذه الفقرة نستطيع أن نقول طبعا رقم B we are still looking for new innovations يعني ابتكارات أو اختراعات جديدة. 31 according to the passage OBIC to maize طبعا رقم D can be attacked by insects easily يعني يتم الهجوم عليها بالحشرات بسهولة. 32 the writer thinks that before the innovation of new crops we should know that يعني يجب أن نعرف أن طبعا رقم A both of profitability اللي هي الربحانية and cultural effect والتأثير الثقافي are very important يعني مهم. 33 according to the passage fish protein concentrate يركز على طبعا رقم C is an unsuccessful solution يعني حلا غير ناجحا to food lack problem لمشكلة نقص الايه الطعام. 34 modern culture and civilization greatly depend on science يعني تعتمد على العلم and technology they have become an essential part of life according to the requirements of people and their needs طبعا الإجابة يا جماعة رقم C تعتمد الثقافة والحضارة الحديثة اعتمادا كبيرا على العلم والتكنولوجيا ولقد أصبحت جزءا أساسيا من الحياة وفقا لمتطلبات الناس واحتياجاتهم. طيب الخطأ في رقم A في كلمة العلوم وآخر والخطأ في رقم B برضو في كلمة العلوم وفي كلمة تداعياتهم اللي هي في الآخر خلاص ديت في الخطأ في رقم D في كلمة تداعيات برضو آخر كلمة35 the importance of charitable organization lies in helping poor and needy people charities do an excellent job as they work all over the world. الإجابة رقم A تكمن أهمية الجمعيات الخيرية في مساعدة الفقراء والمحتاجين
فتقوم الجمعيات الخيرية بعمل ممتاز لأنها تعمل في كل أنحاء العالم. طيب رقم ب الخطأ أو رقم ب في كلمة احتمال، ورقم سي في كلمة المشردين، وفي رقم دي برضو كلمة والمشردين. 36 يمتلك العديد من الناس قدرات هائلة، لو استخدموها في مكانها الصحيح لتغيرت أمور عديدة وعلى شأن وطننا وسرنا نحو التقدم الحقيقي الذي نسعى إليه. بص الخطأ في رقم إيه في كلمة disabilities. Disabilities طبعا الإجابة الصحيحة رقم B. A lot of people have great abilities. If they had used in their proper place, our homeland would have risen and we would have moved towards the real progress that we seek. الخطأ في رقم C في السطر الثاني في كلمة stood وكلمة toward، والخطأ في رقم D برضو في السطر الثاني في كلمة land وجود up وtoward. 37 يجب على الدول التعاون من أجل تطوير صورة جديدة من الطاقة، فعليهم أن يتحدوا لكي يجدوا حلولا للحد من الآثار الضارة مثل الاحتباس الحراري وكذلك التغلب على نقص الوقود. الإجابة طبعا الإجابة رقم D. Countries need to cooperate to develop new forms of energy. They must unite to find solutions to reduce harmful effects such as global warming and overcome fuel shortage. الخطأ في رقم A في كلمة evolve وكلمة unit، والخطأ في رقم B برضو في كلمة evolve وكلمة unit، والخطأ في رقم C في كلمة images في السطر الثاني في كلمة defects. تعالوا مع بعض نشوف ست القصة كده. 38 if Miss Havisham the fiancée hadn't deceived her، لو خطيب Miss Havisham لم يخدعها، how do you think her life would have been، كيف ستكون حياتها، كيف تعتقد ان حياتها هتكون ازاي. support your answer with two justifications، يعني دعم الإجابة بتاعتك بإيضاحين. طبعا الإجابة يا جماعة she wouldn't have adopted Stella، ما كانتش حد تتبنى Stella. to revenge يعني تأخذ الثأر on people، Stella might have admired Bib، وStella ربما تكون أو كانت تعجب بباب. Havisham would have lived a normal life، ومس Havisham نفسها كانت هتعيش حياة طبيعية. 39 Bib and Magwitch proved that they had human feelings، يعني أثبت بيب وماجويتش المدان أن له لديهم مشاعر إنسانية. explain يعني اشرح with evidence بالدليل، طبعا يا جماعة they were kind somehow يعني كانوا عندهم عطف. when Magwitch wanted food يعني لما أراد الطعام and the file بيب helped him ساعده، and when بيب felt sorry for what happened to Magwitch in his life يعني في حياته. إساءة يا جماعة بقول a visit يعني زيارة to a place that you will never forget، زيارة لمكان أنت عمرك مش هتنساه. إن شاء الله بإذن الله عز وجل هنحط لكم كل الإساءات المتوقعة نتيجة في الامتحان، هنجتهد على خيرنا وربنا سبحانه وتعالى يوفقكم، ودعونا إحنا كمان إن ربنا يقوينا وإن شاء الله نحط لكم كل أجزاء المنهج ونحط لكم كل امتحان كويس جدا إن شاء الله، وعلى أمل اللقاء بكم إن شاء الله في إيه في النموذج. النموذج رقم نمبر 1 في الامتحانات الشاملة من بوكلت كتاب جيمي.